بص معلوماتي، شوف حاجه احسن من كده، بقول تمام لك معلومات بتقول ان حضرتك كلمه المعايشه وكلمه الاعاره وكلمه الاحتراف دي منطقه تخص، انا اسف، الاتحاد الدولي، لا تخص حد في انا يعني معلش انا وديتك يا هاني مسمى اعاره او وديتك مسمى معايشه، المهم ان انت طلع لك قرار ولا ما طلعلكش قرار، الحته القانونيه هنا هي القرار وزارة بالراحه الشباب كده والرياضة قالت لي تتكلم. النهاردة إنه تفرق. لا استنى بقى، استنى بقى، اتفضل. استنى استنى، خلينا اتفضل. نتكلم يلا. تمام، تعالى نتكلم في الورق القانوني. حلو، في وزاره الشباب والرياضه بتحقق، اهلا وسهلا، انا بقول لحضرتك الورق القانوني تسلسله كالاتي، يلا. احنا لما بيجي لنا فرقه هاني ان احنا نلعب بره بنعمل ايه الاجراء؟ بنخاطب اللجان الاولمبيه وبتاع، وفي الاخر نروح للوزاره تستصدر ايه؟ قرار وزاري. القرار الوزاري ده خلي بالك مش ملزم للفرقه انها تطلع في المطار، لا 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 ممتاز. لا، انا باخد القرار الوزاري ده واطلع على مين؟ على التجنيد، لان بيبقى اكيد في شباب موجودين في الليسته دي عندهم تجنيد. مظبوط. اخد حاجه اسمها تصريح سفر. راحه كده صح كده؟ في مظبوط. غلط كده؟ لا. الكلام ده تم في ماتش ليبيريا باكمل وجه. مظبوط؟ وبناء عليه احمد رفعت سافر. سافر على صح؟ متجها ليبيريا. مع البعثة إلى ليبيريا. جميل، يبقى تمام. كده الاجراءات سليمه ولا فيها غلط؟ ما فيش حاجه. استصدر قرار بعد كده تاني. حلو؟ القرار اللي بيصدر من الوزاره ده هي بتكون راجعت كل حاجه وطلعت القرار. تمام. القرار بيقول ايه؟ يقول مد وجود احمد رفعت الى الخارج للمعايشه لمحمود لعبد المنعم، مش دي القصه، بس القرار طلع من فتره كذا الى كذا تمام. اللي هم الثلاث من اشهر يعني. أكتوبر ليناير. حلو، انا المفروض في النظام القديم لو سوري يعني الشخص موجود تمام، اعمل ايه؟ اخد الجواز واطلع على التجنيد واعمل اللفه هي واخد تصريح السفر. هو يا احسن. دكتور معلش العرض بتاع، معلش لا ده هو اتفضل بس دي كمل. نقطة في السياق، هو طب العرض بتاع كده الوحدة. هتوه لا هتوه خالص منك يا هاني مش هتوه والله والنبي يا دكتور، لأنه النبي ده ما تتوهش. استكمال للنقطة يا دكتور، استكمال طيب اتفضل. النقطة. العرض وصل بتاع الإمارات ده، وصل وهو على الطيارة الليبيريا، يعني إمتى تاريخ وصول العرض اللي هو بناء عليه طلبتم قرارا وزاريا بمد المدة من ليبيريا إلى الإمارات؟ ممكن أعرف؟ بص هو وصل مش العرض، خلي بالك تاني، انا هشرح لك الحته دي بقى عشان انت عايز لازم تتفهم للناس ايوه اتفضل الحته اللي انت بتتكلم فيها. اتفضل. احنا ما جبناش عرض لاحمد رفعت، احنا كنادي ما جبناش عرض. عارف مين اللي جاب العرض؟ نادر شوقي هتقول، تمام. لان لا حضرتك قلت مش كده امبارح، هقول، لان حضرتك قلت كده امبارح اقصد يعني. اتفضل. لا بص انا مش بقول، اي حضرتك قلت حضرتك كده امبارح اقصد، فيعني عارف انا الاجابه انا. هدي لك دلاله تمام. على الكذب بتاع نادر شوقي. تمام، هو خلينا قالك نكمل هو علشان سيبك من نادر شوقي، ثانية خلينا انا ثانية مبسوط جدا ان انا بسمع اجابات حضرتك، فاتفضل يعني كمل. ثانية سيبك من واحدة نادر شوقي ثانية خالص. ثانية ثانية العرض واحدة وصل امتى؟ العرض حضرتك كان موجود ونادر شوقي، انا بس حضرتك في حتة سقطة منكم. تمام، احمد رفعت الله يرحمه كان عاوز يسافر، ده اللي حضراتكم ما تعرفوهوش. احمد لغاية حضرتك ما كمان انا توليت في شهر 9، احمد رفعت كان مصمم يسافر او يطلع لنادي اخر. شوف القصه ماشيه ازاي، تمام. لدرجه ان انا قلت له، انا بقول لك بصراحه، قلت له يا احمد انا ما عنديش مانع، مين النادي يا سيدي اللي عندك عرض ليه انت ونادر؟ قال لي المصري. تمام. تمام، قلت له خلاص. رحت مكلم هيثم عرابي، يا هيثم عنده عرض ريحني لان انا مش قادر عليه، خلي بالك لان احمد لو ما كانش يبقى مرتاح مش هيديني حاجه. هو هيثم كان جه؟ تمام، طبعا في شهر 9 كان موجود، احنا بنتكلم على 9 الفتره. تمام، انا 3. بكلمك على قبل ما مشكله الجيش تحصل تمام لاحمد. تمام مفهوم، يعني في تمام، بداية مفهوم بداية الموسم جيت ده انا اللي احنا فيه. بالظبط، اتفضل. جيت انا قلت الكلام ده، حصل استطلاع بين الناديين مش عن طريقي، جالنا رد بيقول المصري مش عايز احمد، تمام. مش من الرئيس المصري ولا من نائب، انا بقول لك ده الاستطلاع. فروحنا لاحمد قلنا له يا احمد
انت مين اللي قال لك ان هم عايزينك؟ ده حصل واحد اثنين ثلاثه، مش انا اللي بروح اقول له الكلام ده طبعا. تمام؟ فقال خلاص انا هعمل معاكم. قلت له بص يا احمد اقعد وان شاء الله الموسم ده يبقى كويس، ولو جالك والله يا احمد اي عرض خارجي نكون خلصنا مشكله الجيش والمشكله ديت، وجالك حاجه احتراف خارجي انا يا ابني مش عارف لك فيها. في حاجه احسن من كده؟ فاللي انا عايز اوصله لك ان احمد دكتور، كان كده كده دكتور حضرتك عايز يسافر. وديتنا لسبتمبر 23 وانا لا 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 بتكلم لا في لا لا اكتوبر انا 22، طب حضرتك رحت اسمع فين؟ يا ليه رحنا سنه؟ اسمع يعني لا ارجوك اسمع يا جاوبني، ارجوك جاوبني، طب ما انا في تسمع انا اكتوبر بس 22 دلوقتي، طب ما انا عايز اسمعك انت مش عايز تسمع. ده انا سالت عن بقول اكتوبر 22، حضرتك رحت لسبتمبر 23، يعني احنا رحنا، احنا يا بعدنا حبيبي تماما عن اسمع بقول القصه. ايه، اتفضل اسمعني بقول ايه، اتفضل بقول لك انا بستشهد بالقصه دي تمام. على ان رفعت كان من الاول عايز اي طريقه يحترف، لان زي اي لاعب في مصر يا استاذ هاني ان هو عنده حاجات وعنده اقساط زي كل الناس، فاهمني؟ فالنهارده الاحتراف بره بيجيب فلوس اكتر، مهما انا هدي احمد في النادي عمرها ما هتبقى زي الاحتراف بره. فكان من اول لحظه بيجري على النقطه دي هو ومعاه نادر شوقي، تمام. وكانوا ضاغطين في هذا الموضوع ضغط شديد. فلما جت الورقه على طول وجت الموافقه بتاعه القرار الوزاري اتعمل وطلع. حضرتك انت بتلومني ان انا طلعت القرار الوزاري بسرعه؟ ده السؤال بقى ليك. انت بتلومني ان انا لحقت بسرعه طلعت له القرار الوزاري؟ طب طيب بلاش حلو، احنا كده احسن. رجعنا تاني اكتوبر 22، يبقى بالتالي القرار الوزاري صدر ومعه تصريح السفر الى ليبيريا، صح؟ بص بص يا خالي عايز اتفق معاك قول لي صح، اتفاق، قول لي صح او غلط، صح؟ عايز اتفق معاك اتفاق، بس عشان نتفق هتعمل نبقى الشغل. انا بتكلم معاك بالراحه والله انا كمان وبحب بالراحة، انا اتكلم، بس عايز اجابة واحدة. هتفضل تقول لي رجعنا بقى ورحنا وعملنا؟ لا خليك بالراحه كده واسمع الكلام عشان نطلع لك الموضوع صح. اتفضل يا دكتور. تمام؟ احنا حضرتك الكلام ده تم فيه فعلا مباراه ليبيريا. تمام؟ تمام. جانا القرار الوزاري، هو القرار الوزاري ده حضرتك بيتسلق مثلا؟ اكيد قبلها بكام يوم، بس طلع اثناء الفتره دي، فهمتني؟ طلع. انا بقى حضرتك لا الام ان القرار الوزاري طلع، انا اول ما طلع القرار الوزاري قلت بسرعه يلا يا احمد يا رفعت مبروك، فاهمني؟ مش انا كشخص، انا كنادي، تمام. فاهمني؟ وطلع احمد رفعت في كامل تعزيزه وكامل قيمته، لدرجه ان هو راح بطياره خاصه من البلد الى الامارات. تمام. البلد دي اللي هي يعني غانا، مش كده؟ وتقدر بقى غانا ليبيريا الحته اللي مش كانوا ليبيريا، فيها لا تفرق. البلد دي غانا، مش كده؟ تفرق فيها يعني. قول لي انت. لمن يريد ان تفرق معاه من غانا، طب مش انا كده؟ بسالك انت يا هاني، قول لي لانه تفرق لانه ازاي؟ لانه تصريح السفر كان انت اللي متجه، قلت تفرق. اقول لحضرتك ليه؟ لانه تصريح السفر كان انه متجه الى ليبيريا، ايوه مظبوط. لم يصل الى ليبيريا، ثانية بينما واحدة كان في حضرتك. ترانزيت في غانا، تحرك إلى الإمارات. ليه ثانية ما واحدة راحش حضرتك. ليبيريا؟ ثانية واحدة. اتفضل. ثانية واحدة. حضرتك جاله الموافقة وهو في غانا. تمام؟ وهو رايح ليبيريا يلعب ماتش، وكده كده الماتش ده كان تقريبا مش هيلعبه. لأنه كان جميل؟ موقوف. تمام؟ ليه فهو سافر ما خد دام موقوف؟ يا فندم احنا أصلا الفرقة عندنا ليها نظام. احنا بنحب جدا ناخد الناس معانا الكبار. يعني مثلا انا حضرتك عندي ماتش معايا جنش لعيب كبير، اخده ولا ما اخدوش معايا كابتن فرقه؟ احمد رفعت كابتن كبير يا جنش كان في هاني. السفرية دي يا دكتور؟ لا انا مش، انا ما كنتش حاضر بقى الاسماء يا هاني، ما تقعدش تخش لي في الحكايات كده، انا بكمل معاك الورق، خلينا في الورق تمام؟ عشان تعرف الناس تعرف الورق ايه؟ انت النهارده طلعته الى الامارات معزز مكرم كان فرحان وهو طالع، ونادر كان فرحان، والدليل على كده يا هاني ان نادر عنده العلم بكل شيء، لان العقد الثلاثي اللي معمول مع فرقه الوحده اللي انا ممكن ابعت لك منه نسخه، شوف اكتر من كده حاجه ابعت لك منه نسخه، ماضي فيه نادر شوقي كشاهد. يبقى كده هو كان يعرف ومبارك ومخضره ومتروقه وجاله الفلوس ولا ما جاتش؟ الله كله تمام، كل الناس شافت الحاجه الحلوه والفلوس الخضره جميله. ده مش عيب يا هاني، ده مش عيب، مش عيب ان انا ادور على مصلحه لعيبي، مش عيب ان انا ادور كشخص ان انا اجيب زياده. انا يا اخي لو جالي عرض بمليون دولار يا ريت، فاهمني؟ انا بهرج طبعا، بس ايه؟ انا بقول لك مش عيب، مش حاجه عيب.
ولا تقل من احمد ولا تقل من نادر ولا تقل مني انا كنادي اني دخل لي نص مليون، ده ما يقلش من حد. هنا خالص. السؤال بقى، ما هو الخطأ هنا انه طلع من غانا او من ليبيريا؟ ده ما فيش فرق. بعد ما انا طلع القرار الوزاري في غانا، حلو، فهنا الحق يا رفعت طيارة خاصة بسرعة قبل ما تروح ليبيريا، روح على الإمارات. طلع معاه في ساعتها